هذا رجلة جميلة، إنها إطلالتنا الرائعة في هذه الرحلة التي كانت لمدة يوم كامل من الجمال والكمال والطشاط التي لا تتوقف والمشاكل. ومن بعد ما مارسنا الرماية انطلقنا إلى ركوب الخيل. هذه الرحلة الجميلة في زاروخلا، زاروخلا من أجمل المناطق التي زرتها في اليونان ومن أجمل الرحلات التي قضيتها. يوم مليء بالمغامرة والتشويق، دعونا نتابع. Είμαστε φιλόζωοι, όμως τα αγαπάμε, τα αγαπάμε. Ναι, τα αγαπάμε.